الركن الثالث الإيمان بالكتب. نؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما هو السماكة كده كيكة لأن الله سبحانه وتعالى أنزل على كل رسول كتاب. سست يوماً على سرتك على سنه نعم ونؤمن أنها كلام الله. يا موسى على كنا. هي من عند الله. يا سني يوماً نعم و. نؤمن بما اعلمنا الله سبحانه وتعالى من اسمائها اسماء الكتب اسماء الكتب يا ما القران القران والتوراه توراة والانجيل الانجيل والزبور الزبور هذا نعم. من داوود اي نعم استاوت الاول وصحف ابراهيم وموسى عليهم الصلاه والسلام يا ابراهيم يا موسى كسي كده نعم من وما جاء فيها نؤمن بما فيها من اخبار. يا <applause> مثل نعم، وكذلك ان القران ناسخ لهذه الكتب. يا يعني القران مصدق بها لكن هو خاتم الكتب فننظر في القران لا ننظر في هذه الكتب noh , satt ja kohe noh , me ei pea , kõige enam tuleb , kõige enam tuleb koraan . et me usume nendesse raamatusse , raamatutesse , aga me usume , et koraan on nagu nii-öelda üle kirjutanud need eelmised raamatud ja me järgime koraani .